هنعمل فيك اي حاجة ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكرة انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحموا عزيز قوم زل. هو ده نظام ارحموا، ارحموا عزيز قوم زل. واقف على النص يا برنس، واقف في شموخ، راسك فوق، ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك، مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسة. انا اقول لك كده، مدد ايدك كده وثق، هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا ويقولوا ده ابن ناس، ده من عيلة، ده متعصل. وبدل ما يدولك شلن هيدولك عشرة. برافو عليك يا استاذ، برافو عليك. احنا عندنا هجز كبير قوي الاماكن الشيك، قال ايه؟ وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكه، يعني شحات بيشحت في شحات. انا عمري ما شفت الشحات لابس كده، ما تقطعوني الزكيته دي. اخرس خالص، اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت تتكلم خالص. طيب حاضر، طيب حاضر. طب اقول لله يا محسنين، انا صوتي حلو واغنيها حلو قوي. نعم؟ جاي بتغني؟ انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبد كفته. خلاص مش عايز اتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس، ايدك قدام. لا يخرب بيت ابو اللي زعلك. إلهي ربنا يكرمكم، إلهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم، إلهي يا رب. أهلا أهلا أهلا. إلهي ربنا يكرمك يا شيخ، إلهي ربنا يكرمك. إلهي ولا أنت ولا رايح فين يا مجنون؟ البس النضارة وقف مكانك. الجنيه طار يا خليل. مالكش دعوة، طار ما طارش الجنيه هيوصل حالا. إلهي ربنا يكرمكم. إلهي يا سيدي الجنيه اهو، واد ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل؟ ومين الهلف دي؟ وانتوا طلعتوا منين؟ مالكش دعوه، انت شوف شغلك، بلاش لماضه، مفيش اثناء العمل بوس. إلهي يا رب ربنا يكرمكم. إلهي يا رب ما تجيب حاجه، مش شايفاني عاجز، ما تجيب حاجه لله. إلهي ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا، انت فاهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله، وعرفته ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي؟ ده انتوا ولاد جنية. احنا الاولاد جنيه. عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني، ده نجاح باهر للشخصيه، ده سوكسيه، البركه في النضاره. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاطع ميت ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف، تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. فوكت فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبه روح امك، احنا ورانا مصاريف جامده قوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس؟ انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز، انت بتتكلف، مصاريفك كتير قوي. ايوه، عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير اداره الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصية وخلافه،
نهاية الأول. أنت هنا عبد المأمور، تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا. تاخد لك نفس؟ لا، أتعشى. عشوه. بقول لك إيه؟ على فكرة، تشتغل أكتر تاخد فلوس أكتر. إحنا ناس حقانية، ما نحبش ناكل حق حد أبداً. حقانية؟ خدهم قد كده على قلبك. تبدأ الميه لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم، ربنا يكرمك. يا استاذ يا استاذ. ايه ايه دي؟ ايه الورقه اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه دولار؟ هرر. ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقه دي واديني مصري. انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنه بالمصري، يبقى تديني بالمصري. غريبه، انت بتشوف ايه؟ انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجه الا الفلوس. خد الورقه دي واديني بالمصري، انا قابل منك اي حاجه ان شاء الله. شيل الحد. هدي هدي كويس. هتشوف انت وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلاوة قوي. نخلع بقى. زي كل مره ولا هتغير النهارده يا بيه؟ ايوه زي كل مره يا متر. الا قول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفه مقطعه بعضها قوي. الحساب من فضلك. ثلاثة أربعة خمسة ستة جنيه وعشرين قرش. كم؟ بقول لحضرتك ستة جنيه وعشرين قرش. الأكل اللي أنا أكلته ده بستة جنيه؟ وعشرين قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة بستة جنيه؟ من فضلك يا أنسة، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك إيه بس؟ قولولي ان انتوا غاليين كده. يا ستي احنا لا غاليين ولا حاجه، الدنيا كلها مولعه. من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ، دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ستي لا بتشحتي ولا نيلي. خلاص الناس لبعضيهم. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. يا ستي بردهم لي بعدين. ردهم لك ده وانا اعرفك منين؟ لما اقرع ونزهه صحيح. لا 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 لا، انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايوه يحبسك. امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس قصدي خلاص انا يعني هدفع الحساب. ما هو اصلا الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله، جرايات التهانم. مش شي بقشيش برضه؟ انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زينخ ليها يا جدعين؟ لزوم ايه هلات الوقت؟ ما قلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت. اهديت زباين ولا بلاش؟ تعال هنا. انت رايح فين؟ ايه؟ عايز احقق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجيلك فين عشان اديلك فلوسك. يا ستي بيدعي لي بيهم دعوتين. ايه؟ ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقرك من نقر الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي. انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ قال لا ده انت بتعرفي تضحكي اهو.
المهم ابقى اجي لك فين عشان ادفع لك فلوسك. عايز علوالي يعني؟ مثلا. انا ساكن في رصيف نمره 5. نعم. مصممه؟ جدا. انا هتغدى هنا بكره. لا يا عم انا ما اجيش هنا تاني. يا ستي خلاص هما يعني هياكلوكي بالعافيه. خلاص يبقى ميعادنا هنا بكره. طيب. بعيده بقى. وانت من اهل؟ انتوا جايبين لي مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه؟ انت نادلي؟ ايه الايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مره واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو ما تلعب العب. مره جه واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمده عشان يستحمى في الشد. شويه معننا. ايه؟ شويه. ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ ناموس. مال؟ متكيف منك قوي. كل يوم في العالة يا عم وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحمية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معايا. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50-60 جنيه ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. انت يومياتك النهارده وصلت 13-14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيرة وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده. 14 جنيه؟ مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال تقع يا راجل، على رأي المثل. كان فجر وطلع لبره. هات. هات يا سيدي، احنا قلنا حاجة؟ هات. اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد ما انا اعدمها يا جزمي. صارمه؟ ايه؟ قلنا صارمه، انا اسمي صارمه. يا سيدي ما فرقش كتير، وريني. والله ما تفرق كتير، حتى الجزم احسن. ايه دي؟ امسك يا بلغه. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات. تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه. تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه. تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه. تديني 1000 ربنا يديك 10,000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي. ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش بالتسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه يا متسول. حكومه؟ حكومة ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس اروح والدك قدام على العربية اللي بره من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيض؟ لو قلت كلمة تاني زي دي هعمل لك زي غيرك. ده بينها جد. يا خليل يا غبي يا هموش. امشي قدامي. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انت فريني؟ ايوه. امال يعني خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا 5 من رجالتنا. ايه دي الحملات؟ أمال كانوا فين اللي جاية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. يا دي النحس. يظني ان ده موسم.
موسم وكل ده من كلام الجرايد، كل يوم ملهمش شغل غيرنا، كل يوم يقول لك امنعوا المتسولين من اجل السياحه والسواح، كل خربوا بيتنا، خربوا بيتنا. خلاص خلاص، معلش معلش، خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كفالته. اتفضل. تشكر اشاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد، قوم امسك، خد البرشامه دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحه انت بس. هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمه. صرمه. ايه؟ صرمه، اسمي صرمه. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمه والصرمه؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب؟ ما بنخاف نصرف، ده نسحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات. يا اخوانا انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف. الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا هنعيش مرتين. مش كده؟ حسيبهم لمين يا عباه؟ صارمه. ايه؟ صارمه. حسيبهم يعني في صفايح كده الحكومه زي ما بنسمع يا صندل؟ صارمه. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفايه الفرده اللي بياخدها هموش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين لاخر استغلال. وشوفهم ادي احنا مرمين رميه الكلاب ولا حد سال عننا. على قولك. طيب طيب، ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسه؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. ليلتين؟ يا حزن الحزن. طيب، 6.5 جنيه، 7 جنيه و20 قرش، وشيل بقشيش. ها، برضه مش هتاكل حاجه يا مدموزيل؟ لا مش واكل، انا مستنيه واحد. طيب ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يا سمكيه؟ هو مين ده؟ الاستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست، ما بيجيش كل يوم، ده بيجي ايام ايام. دي وقعت ايه دي بس؟ انا عايزه اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاده على الترابيزه معناها الاكل يا مزمزيل. طب خلاص، روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب طيب، اسمع. اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو ال الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ ب50 قرش. الواحد؟ لا، النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من 50 قرش. طيب يا ترى انت فين يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانة. خش يا تعالوا فرحين، بدكم خيمه بقى كده تقعوا كلكم. انت ليك وش تتكلم يا سهموش انت؟ لا لا لا، اخلص يا ما تكلمش المعنانة بالطريقه دي. انت اللي تخرس يا غبي. غريبه، محدش من عينك. ما تقولش واد، ما تيجي تاخد لك كلامين. مش دلوقتي. الله 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 الله، ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا ان كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم، واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتقدم يا معلم. بس اسكت يا بغل، حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه سيبه، ده بقى مكان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامه، تلميذ شغلانه سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله، وبقى عندك صنعة محترمة تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغلة محترمة دي؟ ده الحرامية أحسن مننا. على الأقل الحرامي بيسرق عين عينك ومعروف إنه حرامي، لكن إحنا بنسرق الناس بسم الله، بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخلق. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام إيه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدام اعترفت إنكم حرامية ولا 60 كلب، يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهف تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهف التلت ده يا غبي؟ تديه لامك. امي؟ انا ما بتكلمش عن نفسي وبس، انا بتكلم نيابه عن كافه الشحاتين المحترفين زمايلي، وانني اليوم لابد. اوعى يا ولد. أنا بقى أدي التلت لأمي.
ويبقى سلم لي عليه. هاتو والسلام امانه يا غبي. كنت عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس سنفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك.
برضه ما جاش. هو مين ده اللي ما جاش؟ اللي انت بتدوري عليه. انا ما بدورش على حد. اما مش ده مطعم؟ ايوه مطعم. انت جاي تتغدي بقى؟ لا مش بالدرجات يعني. مش بالظبط بالظبط. هو ما جاش ليه؟ مش عارف والله. اسبوع بحاله وانا باجي ادور عليه كل يوم وبرضه ما جاش. دي اول مره يتاخر فيها بالشكل ده. طيب هتقعدي؟ لا طيب همشي. ليلتك فل يا فل. عايز ايه يا سي زفت؟ زفت برضه؟ مش عاجبك الزفت؟ وعاجبك الغبي قوي؟ انما انت وانت صغار كانت امك بتدلعك تقول لك ايه؟ يا حمار؟ الله يسامحك. زعلت قوي؟ ده الحمار هو اللي يزعل. يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده يعني. مروقش ليه يا خليل؟ الله عاجبك الرميه اللي انت فيها دي؟ يا انت صاحبي من زمان. انا اللي اكتشفتك وما هونش عليا تتلقح التلقيحه دي. عايز ايه يا غبي؟ عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا. وهندي لك بدل التلت النص يا عم. وما تقولش لحد. واذا ما كنتش عايز اشتغل لحساب اهو ده اللي مش ممكن ابدا. نجوم السامه اقرب لك. مش هتقدر تفلفص مننا. كان غيرك اشطر. اعقل يا ابن الحلال وبدل رميتك دي قوم اشتغل. وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده يا برطوشي هتعملوا ايه يعني؟ هنشحت منك رقبتك. فكر يا ابن الحلال وانت فلاح قراري ومش غبي. ايوه هنبقى انا وانت اغبياء يا غبي. انت هنا بقى العيد قرب واحنا منقيين لك مكان. سو 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 كل لما لضتني. وهتكون فاكر نفسك مهم قوي ولا حاجه؟ ولا يعني مدين الناس بقى وهتجبي عليهم بقى والحاجات العقد بتاعتكم دي؟ تصح تقول لي ايه اللي اخرك؟ انت مش ليك فلوس؟ مش مفروض تيجي تاخد حقك؟ يا ستي هو يعني حقي هيروح؟ طب ايه اللي غيبك عني 11 يوم؟ في الشغل يعني. اصل الـ 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 الجماعه اللي كنت بشتغل معاهم كانوا تعبيني شويه. انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل مستثمر. أجنبي؟ ده مصدر واحد أجنبي؟ أصلهم دايما يقولوا مستثمر أجنبي. لا يعني أنا مستثمر كده على قد حالي. يعني زي ما تقول رجل أعمال. أيوة أعمال حرة يعني على باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. أمال يعني على باب الشعرية؟ يا بنت الإيه دمك زي العسل. أديك حقك وانصرف أنا بقى. تنصرفي تروحي فين؟ أروح شغل. لا شغلك إيه؟ اقعدي تتغدي؟ أتغدى؟ لا يا عم حض الله بيني وبين المطعم الغالي ده. ولا غالي ولا حاجة. ايوه طبعا ما انتوا تقولوا كده. مستثمرين بقى واكلنا ولعة. ولعة ايه بس؟ لسه مستثمرين في اول السكة. يا دوبك اعمل. بكرة تكبر يا خدامة حسنين. وانا عايدة ومش هقول لك خدامتك. خد بقى يا عم ايه؟ فلوسك اهي. فلوس ايه؟ والله ما انا واخد حاجة. عليا النعمة اللي انت واخدها. انا وانا بقول لك شغل حاجة انا شغل حاجة. عليا النعمة ويمين على يمينك لا انت واخدها. ايه انت مش حاجة بقى مش فلوس على شغل فلوس. لا واخد فلوس بقى. عشان تعملها لي حلوة نفس الوانة وتقول لي نتقابل كل يوم وحاجات زي كده. عندك مانع؟ لا نتقابل بكرة. خلاص بكرة.
بالله ربنا يكرمك. نو دولار ايجيبشن ماني تشكر. سعد عاجز النظر، الهي ربنا يكرمكم، الهي ربنا يخليك. نو عمله صعبه ايجيبشن ماني. يبقى كده انت ايه يا سته؟ زي المنشار طالع واكل نازل واكل. وانت ملك انت جرح انت؟ انت عايز مني ايه؟ لما فيش جبونه الا لما يديلك. وانت هتدق عليا ليه؟ لو انت فاكرني مش واخد بالي منك، ما انت بتكسب ذهب انت راح والفلوس نازله راح عليه. الله انت بتشوف ولا ايه؟ قال لو انت فاكرني يعني عشان اعمى ما اشوفش. انا من عيله كلها تعيم لكنها موهوبه. انا خالتي بتشتري الخضار على عجلي، وعمي بيصلح ساعات. بيصلح ساعات؟ طب وعمتك؟ دكتورة عينين. ماشية معاك بتام. طب يلا امشي بقى من هنا، امشي لخلوهم يقطعوا لك مناخيرك. يلا امشي امشي. تبدأ المية لما تتجقر تحت منك. الله ربنا يكرمكم. اهلا وسهلا سعادة البيت. صباح الخير. صباح النور. الهي ربنا يكرمك. نوه دولار ايجيبشن ماني. الهي ربنا يكرمك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اظن مبلغ بسيط كافي. بعد اذن سعادتك. الاعلان جاهز يا سعاده البيت وهينزل بكره ان شاء الله. الاعلان يلفت النظر يا فندم. هيجيب فلوس دوالي. 35,000 جنيه للشقة. يا بلاش يا بلاش. 35,000 جنيه للشقة. ألو. أهلا سعادة البيه. أيوة سعادة البيه. خد بالك الأيام دي كويس. اسمعني، مش عاوز معوحة كتير. وضوح يا فايق، أنت متراقب. متراقب؟ في جهات بتراقبك. والله بقى انت وشطارتك، والشاطر الصحيح هو اللي ما يقعش. مالك فايق ليه؟ ما لاحظتش حاجة تحت يا حمد. حاجة زي ايه بيه؟ ما لفتش نظرك حاجة تحت؟ بيغسلوا سلم العمارة النهاردة. سلم ايه؟ أمال قصد سعادتك ايه؟ بص كده. شايف؟ قصد سعادتك التاكسي ولا عمود النور؟ ايه يا حمد الغباوة دي؟ مالي انا ومالي التاكسي ولا عمود النور؟ انا بقولك على الشحات الواقف ده. واحنا مالنا ومالي الشحاتين يا بيه؟ هما الشحاتين حيفوتوا نظرنا في ايه بس؟ الولد ده ما بيشحتش. ايه؟ خايب؟ ربنا يرزقه يا سعادة البيه. الجدع ده منظره مش منظر شحات، حتى ونمد ايده، حتى ونحط نضارة سودة على عينيه. طب ما يمكن. ما يمكنش، زي ما بقولك كده. كلام كتر علينا والقلق اللي عند الناس زاد من ناحيتنا. العربيين اللي خدناهم على عمارات في علم الغيب، ومشاريع الاكل اللي بنقول عليها وبنقبض عليها دواهي، والسمعه اللي طالعه علينا اننا بنتاجر في المخدرات. بس ما حدش بالك عننا. ما هو ده قلع. لما المسائل بتكبر بيتبص القضايا اللي زي دي بصه تانيه، ويحاولوا يحطوا حوالين رقبتنا الحبل اللي نشرد نفسنا بيه. افتح لي وحياة والدك الصخبات دي.
المسكره يا خيني. خد. ايه ده؟ ربع جنيه اهو بحاله. انا عايز جنيه. جنيه ليه؟ مركب ست زرار في العربيه وعايز جنيه في مشوار زي ده؟ مش من غير البنزين. البنزين غير قرشين ساغ، تقوم انت تاخد جنيه؟ هلا احنا بنسرق. هات يا اخويا هات، احنا بنشحت. خد. ايه؟ جنيه اهو. ماليش دعوه بالشحاتين، كبدأ الميه. كل زبون ناكف فيا لحد ما يديني الاجره، امال ما بتشطروش على الجزارين ليه؟ قوم يلا يلا بينا. على فين؟ مش انت بتقولي ما تحبيش المطعم ده؟ اه خلاص يلا روح حته تانية. لا انا اول مره اخرج فيها مع راجل. ما انا كمان اول مره اخرج فيها مع راجل. يلا. يا ابني اللذينة، فانت اول مره تخرج فيها مع بنات؟ أنا أول مرة أخرج فيها يعني في حياتي. معقولة شاب جذاب زيك أنت؟ كذاب؟ كذاب إزاي بقى؟ أهو جذاب. بقول لك أنا مش كذاب. مش كذاب، جذاب، جذاب يعني بيشد البنات المقطعين اللي زيي. أيوة فم. أه فم. أنا فم. فمتي ودمك زي العسل كمان. معقولة بقى ما تكونش مقطع السمكة وديلها؟ سمكة إيه؟ ده أنا غلبان وعلى باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. طب عيني في عينك كده؟ ولا حتى أيام ما كنت في الجامعة؟ جامعة؟ الجامعة ايه؟ هذه اللي مستحيلة. ليه بقى؟ لأن أنا ما كنتش في الجامعة من أساس. ايه ما معكش شهادات؟ ازاي بقى؟ معايا شهادة وفاة أمي. لا أنا بتكلم بجد. ما معكش شهادة جامعية؟ لا. أحسن. هما يعني اللي معاهم شهادات عملوا بيها ايه؟ مش كده؟ أنا الحمد لله بكسب أحسن من بتوع الجامعة. على العموم الحمد لله، من حسن حظك بقى إن عقول البنات اتغيرت، لا بقوا يسألوا شهادات ولا غيره. يعني انت لو اتقدمت لواحدة متعلمة مش هتسألك على شهادتك. متعلمة لحد فين يعني؟ يعني لو كانت مثلا معها سكرتارية. وانت بتشتغلي بالمعهد ده من امتى؟ يا مندي انا بتكلمش على نفسي، انا بقول مثلا. ايوه انا بقول يعني مثلا. خلاص مدام مثلا تقدر تقابل باباها امتى عشان تخطبها مني؟ قال بسرعة كده؟ ليه لا؟ مش انت عاجبها وهي عاجباك؟ وبعدين هي مش متعودة تخرج مع رجالة من غير خطوبة. على رأيك احنا في عصر متر والانفاك. وعلى فكره باباها راجل طيب قوي قوي. باباك ايه؟ باباها هي بنقول مثلا. ايوه طب ايه رايك مثلا يعني مثلا في يوم الخميس الجاي؟ خلاص اديك العنوان واقول لباباها. اه يا لهيمه طلع مش اعمى، والاماكن اللي راحها ما تدلش على انه شحات اطلاقا. راح مطعم كويس قوي وقابل بنت حلوه زي القمر وقعد معاها في كتير. يعني البيت طلع ظابط نجاح. والله يا بيه مفيش حد في الدنيا